رحمه الله في كتاب الادب قال باب قتل الولد خشيه ان ياكل معه. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم قال اين هذا؟ اين هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ان تقتل ولدك؟ نعم نعم خشيه ان ياكل معك. نعم. قال ثم اي؟ قال ان تزاني حديث جارك. نعم. قال وانزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر. رضي الله عنك. نعم هذا حديث حسن عظيم جدا فيه كثير من المسائل المهمة. يقول قتل الولد خشية أن يأكل معه هذا سوء أدب مع الله جل وعلا وسوء ظن بالله. من خلق رزق ورزق الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رزق الإنسان يسعى خلفه كما يسعى الموت خلفه. رزق الإنسان يسعى خلفه كما يسعى الموت خلفه. ولذلك قتل الجنين أيضا مسألة إسقاطه هذا في أبا سبحان رب العظيم. أنا رضي الله عنك أبا علي حسام جزاك الله خيرا الله يجزي عني كل خير لعله يكون سيدي أصلا وله الفضل علي. يقول أبو علي سألت الدكتور في جامعة الأزهر لا حول ولا قوة إلا بالله منصف عن جهتنا تفضل فقال لي هذا رجل جامعة لوحده همته كالسحاب رسوخ علمي كالجبال وكل وكل من ارتقى في العلم حسد وبغي عليه. ما أقول أنصف ألبسني ثوبا فوق أوسع مني لكني أحمد الله جل وعلا أن الله يجعل من هؤلاء من يقول بذلك. أحمد الله إليكم حفظك ربي يا محمد وثبت الإيمان في قلبك حبيبي أحسن الله لك محمد ما رأيت فضلا مثل فضل الجزائر كلكم فوق رأسي الجزائر أهل خير. الله يسعدنا بأنني أطوف على هذه البلاد أرى فيها هذا الخير قبل مماتي بإذن الله تعالى. أقول إخوتي الكرام فهنا قتل الولد خشية الرزق فيها سوء ظن بالله جل في علا والله جل في علا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أشكره أبا علي أشكره وأقول له أنت زدت وأحسنت وأجدت وأستغفر الله على ذلك ولست أهلا لهذا الحمد لله. أقول قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوه وأجملوا الطلب. وهنا في هذا الباب عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ وهذا أيضا خوف الصحابة فيها وجل الصحابة وخوف الصحابة يعني من الذنب لأنهم يعلمون أنها تتفاوت الذنوب وهذه فيها دلالة على أن تفاوت الذنوب يتفاوت فاعلها أيضا. يعني أنت رجل يهاب الكبيرة ولا يستطيع أن يفعلها وإن كانت له صغائر. الأنبياء أصلا لم يعصموا من الصغائر. استغفر الله رد معك أبا علي أنت رجل نبيل أحسن الله عليك الله يرد عنك كل مكر ومكيد. فأقول إخوتي الكرام عندما أسأل أي ذنب أعظم فيها تفاوت الذنوب وتفاوت أيضا أصحاب الذنوب وتفاوت العامل الذي يعمل بالصغائر ليس كالذي يعمل بالكبائر والذي يعمل بالكبائر ليس كالذي يعمل بأكبر الكبائر والذي يعمل بالكبائر أكبر الكبائر ليس كالذي يشرك بالله جل في علاه. الذي يشرك بالله لا يخرج من النار قيد رمح لا يخرج من النار بحال من الأحوال. الله أكبر أدام ربي على الخير الله ينشر خيره في الآفاق الله يجعله عالما من أعلام الأمة للأولين والآخرين. اللهم أمين يا رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل اللهم رب عنا كذلك أيدينا رب عنا. فأقول إخوتي الكرام نسأل الله حسن ظن بالله جل في علاه. فأقول إخوتي الكرام هنا قال أي ذنب أعظم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره بفهمه أن من الذنوب ما هو عظيم وما هو أعظم. فقال أن تجعل الله ندا وخلقك وهذا أعظم الذنب وأفحشه وأقبحه. إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حفظك ربي يا محمد. قال ثم أي؟ قال أن تقتل والدك خشية أن يأكل معك. خشية الرزق والرزق ليس بيدك. خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له. فانشغل بما خلق لك بما خلقت له ويكفيك الله ما خلق لك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحلال جارك. طبعا أن تزاني بحلال جارك لأن الأصل أنك مؤتمن عليها
فأن تكون الأمانة بهذه الطريقة بدل ما تكون أنت الحماية لها تقع عليها، هذه من أفحش الأمور. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فوق رأس يا أستاذ عبد الرحمن حفظك ربي. فإذا هنا هذه المسألة كما قلنا فيها حسن الظن بالله جل وعلا، وأن الرزق لا ينقطع، وأن الله جل وعلا يرزق ما الجنين في بطن أمه. رأيت ما جعل له من الحبل السري أمر يدهش العقول، ثم بعد ذلك يعتني به عندما نزل يعني حيا جني يعني صغيرا طفلا يمتص اللبن من أمه، وأجرى له هذا اللبن في ثديها، ثم بعد ذلك يعني رزق أباه ورزق عائلته. كل يأتي برزق، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ولذلك نحن نقول المسألة عش في هذه الدنيا وأنت حسن الظن بالله جل وعلا، تجد ما يمكن أن يدهش عقلك. ومن أحسن الظن بالله كان الله فوق ظنه عنده. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفوائد المستنبطة: نعم، حسن الظن بالله إيمان وزيادة، الرزق مما خلق الله للعبد، ومن شغل العبد بربه كفاه الله كل الهموم. الشرك أقبح ذنب وأظلم الظن. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.